تكتيكية، ما جينا لديت الضرب بلا باش تكون نتيجة إيجابية، حتى النتيجة ديال التعادل مع فريق كبير بحال الرجاء البيضاوي، غتكون بالنسبة لنا حنا حافز بالظروف اللي عشنا فيها، فعرفنا كيف حالو يمكن جا الأطوار ديال المقابلة من انطلاق المقابلة الشوط الأول والشوط الثاني، تغييرات كانوا يعني زادونا واحد القوة وكنا نستطيعوا أننا انتصروا في آخر المقابلة، فكان بنشكر اللاعبين أنه يحضروا، وكنشكر كذلك هذا الجمهور العريض اللي جنبي تفاس وساند الفريق وكان الحافز بالنسبة للاعبين، فنتمنى الله أننا نكونوا في المستوى إن شاء الله في المستقبل ونوصلوا لذاك الطموح ديالهم والتطلعات ديالهم في جميع الفعاليات ديال الفريق المغربي ديال تفاس. الطرفيه اللي كيديروا فيها الفرق كاملين بانهم عندهم مشاكل ماديه، مشاكل ديال الريكروتمون، مشاكل ديال الخلاص، فما يمكنليش نهضر لك على اللاعبين اللي غادروا الفريق، انا كنهضر على اللاعبين اللي كنتوفر عليهم حاليا، لاعبين اللي في المستوى، لاعبين اللي عندهم تجربه، كذلك لاعبين شباب اللي يعني دمجناهم من فريق الامل، فنتمنى الله ان داك التجانس اللي كنا تنقلبوا عليه يكون في اسرع وقت، لان البطوله ما غادي توقفش وكيما كون كما سبقت لان النتيجه ديال التعادل غتكون حافز بالنسبه لي ان شاء الله باش نجيو نخدموا ونحققوا نتائج ايجابيه اللي ترضينا وترضي الفعاليه ديال الفريق المغربي بالفاس.